تظاهر العشرات من المواطنين عند مجسرة ثورة العشرين وسط محافظة النجف الأشرف احتجاجا على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، مما انعكس سلبا بصورة مباشرة على المواطن الفقير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى. نشجب السياسة الاقتصادية اللي ينتهجها البنك المركزي وبعض القوى الأخرى اللي يمكن أنه تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، وسعر الدولار هذا يؤثر سلبا على حياة المواطنين وخاصة الفقراء، ولذلك يجب الحد من هذا الارتفاع. ونتمنى أنه في الأيام القادمة أن يرى الدينار العراقي النور بهذا المجال. اليوم وقفتنا الاحتجاجية هي بخصوص غلاء الأسعار. المسؤول عن غلاء الأسعار هي الأحزاب بالطريقة الأولى وبالدرجة الأولى هي الأحزاب. المناكذات السياسية والصراعات السياسية ضحية الشعب العراقي. خرجنا بمظاهرات داعمة وساندة للمواطن العراقي، وذلك المطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. لذا نطالب دولة رئيس الوزراء بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.